السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبائي، في هذا الملف سنتحدث عن الحسن الثاني، وهو يتحدث عن أسلوب عقاب والده الملك الراحل محمد الخامس. لم يكن الكاتب السويسري جورج فوشي حين قدم إلى المغرب للتعرف أكثر على شخصية الملك الحسن الثاني في أول سنة له من توليه العرش سنة 1961، يظن أن اللقاء مع الملك سيتحول إلى لقاءات في أماكن متعددة داخل إقامات الحسن الثاني سيتمخض عنها كتاب تحت أشجار الأرز بإفران، حوارات حرة مع الحسن الثاني ملك المغرب. في هذا الكتاب يكشف الملك الحسن الثاني عن جوانب عديدة في طفولته، أبرزها أسلوب عقاب والده الملك محمد الخامس. يقول الراحل الحسن الثاني: كان والدي يدللنا، لكنه كان صارما في تربيتنا، حيث كنت أقضي 24 ساعة من الدراسة في الأسبوع كانت مخصصة للبرامج الخاصة باللغة العربية، إلى جانب بقية المواد الخاصة بالبكالوريا الفرنسية. كان يزرع فينا روح المنافسة والاعتزاز بالكرامة، كان يريد أن نتعلم كل شيء، ممارسة كرة المضرب والفروسية، وكذلك الاهتمام بالمواد الدراسية العادية. كان يريد أن نجتاز امتحاناتنا بتفوق. ويضيف الحسن الثاني حسب ما جاء في الكتاب نفسه: حين كان والدي يغضب مني كان يتجاهلني، وقد لا يوجه لي أي كلام لمدة تزيد عن الأسبوعين، لدرجة تجعلني أشعر بالحزن، حيث كنت أترجاه أن يقوم بضربي بدل اللجوء لهذا النوع من العقاب. فحتى سن 14 كنت أتعرض لعدة مرات لعقاب قاس. ويسأل صاحب الكتاب الحسن الثاني عن نوعية هذا العقاب، فيجيب الملك الراحل ضاحكا ببساطة: كان العقاب يتم بكل الوسائل الممكنة، منها استعمال والدي للصوت أو الحزام، بل إنه أمر مربيتي بضربي إذا تطلب الأمر ذلك، لكنه نبهها ألا تصفعني أبدا. ويتابع الملك الراحل الحسن الثاني متحدثا: وحين تجاوزت سن 14 لم يعد والدي يستعمل معي العقاب الجسدي، بل كان يلجأ إلى الجانب العاطفي والنفسي لعقابي. وحين أصبحت طالبا كان والدي يبدو منشغل البال 3 أيام قبل موعد اجتيازي للامتحانات السنوية، لم يكن يستطيع النوم. ويضيف: ككل الطلبة كنت أستعد للامتحانات بشدة، وذلك في الشهور الأخيرة للسنة. فالطالب في كلية الحقوق الذي يعرف أنه بعد التخرج سيفتح مكتبا للمحاماة كان ببساطة يبذل كل جهده للنجاح في المواد التي تؤهله لذلك، بينما أمير شاب واريت للعرش بإمكانه أن يجد مستشارا جيدا بجانبه لا يشعر أنه مطالب أن يشحن ذاكرته بكل هذه المعلومات القانونية. لكن حين أفكر إلى أي درجة يمكن لنجاحي أن يدخل الفرحة على ملامح والدي، وأنا أعرف كم سيتألم إن حدث ورصبت في الامتحان، لذلك كنت أهيئ الامتحانات جيدا كي أنجح بميزة كبيرة جدا، أعرف إلى أي حد يمكن أن تجعله سعيدا بنجاحي.